بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى احتفال المملكه المغربيه بعيد العرش المجيد أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمدى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور على مختلف الصعود